كان بداوه من شام داوه من اول فجاه عيد الوالد الله يرحمه. واحد كيكون معاه مور ماشي تخيلش انها غتموت، كتقول لها تخبيت يا حماق ولا شي حاجه، وطاحت في هذا الوقت اللي بات الوالده. مورها بعام مشات للحبس فقدت القدمه 2014 2015 مات الوالد. في الربعينيه ديال الوالد كانت مات واحد ولدك مات، عطينا مو الموت نيت زوجة واحد الخيجي كنت كنحماق عليها كنت. المهم يا رب الخير دابا مني مشات بحال هكا. شنو اخر سام مورا كتخرج كتكون يعني مضاق مع الدوله كتير كدا وما دايرش علاش، يعني الدوله خصها تحميك انت ما دايرش علاش، يعني هذا مشيتي عليه الحبس اصلا بلا ما شنو كان انت عسكري ديال الدزور، انت واقف في التري ديالك واقف واحد حيت كل حبس كل خطوط كل شفار، يعني لا علاقه تقتلوا الديلاجر واقفينك حداه وكتضرب حبس عليه ما كاينش يعيقك حتى واحد ما كاينش اللي يسمع لك ما كاينش اللي كيسولوا المحامي بحال ان المحاميه كتحضر لافير. مشات خدمتك ما رضيتيش ما كتكون واعر يعني كتمشي تيري رزقك بعزك خدام موظف مخبي وكذا عاد كنت كنت فهمتي يعني راك حابل واحد الكسوه ديال البلاد ولا الحرب انت الاول في حدود موريتانيا يعني وكياخذوا حق الواحد اخر انت ما دايرش وما كاينش لي واكل بواحد الكلمه يخرج عليك واكل قال كلمه وحده هو انك انت ديرها، يعني ما شافش الجوهر اللي عندك الداخل شاف فيغورتك ويمكن كما قال هو سنطحتي معاه انت ماشي سنطحتي معاه انت هضرتي على حقك انت راسك غادي للحبس باش ما تهضرش صافي. موراها خرجتي كتبيع الحوش بالنهار الحوش باللي كتشد العسة تمارة والعسة بواحد القنط لي شوية عندنا نفس لاقاص يعني فهمتي واحد القنط مخلوي وكتباع وحدها للعيباش كدا الأدوية فهمتيني يعني كتلاقى كيلاقى كيلاقى بيهم معاهم. مورا مشيت لطنجة عاوتاني خدمت شتا بالناش رجعت حليت لاشين أول لاشين عندي هي في 2017 واقيلا يلا حليت جا شي واحد دخل ضرب لك دخلك الأسانس باغي يدير لك كنشوف فين حاضيك بعد ما درتي اصلا انت باقي موقف الشيء على رجلك ولا محاضيك باغي دير لك ما فيش عندي لا شي واحد عنده شي لاشين مزيان ولا شي حاجه تهرستي عشان فيها بقيت واحد 6 شهور انت عاوتاني باقي في شماره وكذا عاد رجعت الاسانس عاد خدمت شي عاد كذا عاد كذا. يعني نقدر نقول لك من 2013 لدابا غتكون هاد 2019 ان شاء الله هاد 2019 ان شاء الله اللي ما حضرناش عاوتاني هي نقول تفواش فيها عش فيها واحد الحياه زوينه كنفهمش كنفيق على خاطري وتنسى ما راه الحياه اللي قبل من داكشي كامل كلها تمار ابار من الصغر كان والدي كيضربوا شمار يعني شنو من نقرا في الثاني يعني شحال ثاني تكون عندي 8 سنين تنبيع الميكات تبيع الديطا تمشي للسوق قرايه وكتمشي تشقى على راسك قرايه وشقى على والدي كيجيو مسخسخين بتمار حتى امك وبك خدامين بجوج ب 80 درهم امك ب 600 وبك 1000 ريال فهمتي يعني هادشي كاع يعني مابقاش يلومني يقول لك علاش علاش انت اونتي سيستيم ولا شي لعيباش انا تنقول داكشي اللي دارني وعارف ما شنو دار مني كنشوف عباد الله وكن وانا واحد الانسان اللي دغيا كنبكي يعني كنشوف شي بلانات كنشوف شي ديكوراج كتبقى قبل انا غادي دابا ندوز بحيث كتبقى لك مره مفرشيه ولا في الزنقه ما كاينش انت ما عندكش ليها جد واحد اخر ما عندوش ليها جد بحال هاد اللعيب اللي طرات دابا الاخر هاد التيره اللي باش ندعى عباد الله الواد اللي ندعى عباد الله يعني كون المهم هادشي كاع كيأثر فيا اي فيديو كنشوفه كيأثر فيا يعني دونك عليها ديما انا على قلت لكم عمري غنتبدل في هاد الاونتي سيستيم ولا هاد العيباش هادو حيت فقات واحد الناس بعدين غنفتخر بهم هما والديا يعني ما كنجيش انا كناوي انا كنرابي انا العيباش كذا راه يمكن الجمهور تيفرح كثر مني في شي صين ولا في لحتي شي ديسك الجمهور تيفرح كثر منك انت داك ملي كتجي للدار باش غادي تقول لوالديك راني لحت واحد الديسك وراه الناس دوك الناس اللي تفتخر مشاو لك مشاو باش اسباب اخطاء طبيه اهمال يعني جريت مع الوالده مرضات بالكونسير جيت معها حتى طبش كتمشي تصور كتبقى تسنى الطبيب 4 سوايع انت كتسنى فيه من تيجي تدخل للجماع تمشي بحال هكا انت ما كتموتش حداك كتقطع عرق بعرق ومات هذيك ودوزت سوايع كيضرب بك نفس الديكور بك مريض تيهضر مع الطبيب تيقول شنو دارك بك ما قادرش يهضر وتيتسيف عليه حداك ومنين هضرتي معاه جاو البوليس وعطيه المهم دوك بغيت حدا بك مريض وانت مريض داكشي ديال اليهود نقرب السيما بقى حاقد حياتي كامله عشان النهار اللي نموت النهار اللي نموت ان شاء الله مشى يعني بعد ما كنبقى نفكر تبقى نقول ما كنتوحشهم تنقول اللهم نموت ولا هاد الحياه هادي صافي دوز حما وغنبقى تقدر فيها يعني برمي واخا نوصل فين وصلت في الشهره ولا ندير اللي درت ديال الفلوس غنبقى ديما عندي واحد العقد ديال والدي والدي ما حضرش ليا الهلايات هذا ما حضرش ليا وانا فنان وانا كنغني وانا كذا يعني تمشى هما عاد شهرت عاد العيبات عاد كذا